السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب المهندسين؟ بنكمل كلامنا في Structural Analysis Statical Determinant، وبإذن الله النهاردة هنتكلم على موضوع حديث شوية اللي هو الأرش. احنا في البداية خلصنا الرياكشنز، خلصنا البيم، خلصنا الفريم بأنواعه التلاتة، والنهاردة هنتكلم عن الأرش. تعالوا كده نشوف الإكزامبل. بيقول draw the normal force, shear force and bending moment diagram for the following arch. الأرش اللي معانا ده ايه قصته؟ قصته ان في عندي سبورت هنج عند A وفي هنج تانية عند B. خلاص بقى احنا عرفنا المشكلة بتاعت الموضوع دوت، ان احنا اكيد اكيد هنلاقي فيه ايه؟ intermediate hinge. طب الأرش ده وهو موضوع كده ظريف شوية قوي، بيقول ان لو الناس خدت بالها كده تلاقيها في القباب بتاعة المساجد الكنايس، تلاقي ان في الشكل ده، وبيبقى متعلق فيه عبارة عن نرفة كبيرة. طيب لو خدت بالك ان ده هتلاقيه في الطبيعة في الاماكن ديت عبارة عن طوب. الله، طب ايه القصة؟ هو ازاي الطوب هيشيل شد؟ فكرة الأرش في حد ذاتها من البداية بتعتمد إن ما يبقاش فيه شد في المنشأ عندي، بحيث إن الخرسانة تشتغل أو المواد المماثلة الأخرى زي الطوب زي الخشب أيا مكان. ليه؟ لأن الفكرة عنده إن الحمل ده اللي احنا شايفينه مثلا زي 10 طن دوت هيتشال بالتور أكشنز اللي هما مايلين بالمنظر ده كده، اللي هي تتركز في المنطقة دي، ومن ثم كل طوبة تبدأ تنقل للطوبة التانية أو الحجارة التانية أو الحائط التاني أيا مكان الماتيريال اللي عندي، ويبدأ ينتقل من هنا لهنا لهنا لحد ما ينزل عندي للركيزة النهائية. فهنا كان الأرش هتلاقيه في المباني القديمة كان محبب لأنه ما كانش بيستهلك حديد تسليح وكان بيعتمد كله على الضغط. طيب تعالوا بقى نشوف نحل ازاي الارش بتاعنا دوت. عشان اجيب الرياكشن، لو الناس خدت بالها هتلاقي ان ده مرتفع، النقطة بي ديت مرتفع 10 متر. طيب اوكي مفيش مشكلة. طيب طبيعة الحال عشان احسب الرياكشن، فانا عايز احسب، هقول هياخد العزم عند نقطة سي للبارت اليمين. طيب لما اجي اخد عند البارت اليمين هلاقي ان الرياكشن اللي هنا الرأسي اللي هو الواي بي عايز ينضرب في المسافة الافقية. طب السؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه، يا ترى المسافة الافقية دي انا اقدر احسبها ازاي؟ اذا ده اول سؤال لينا قبل ما نحسب الرياكشن. طب كده مع بعض يا شباب، ادي المسألة اهيت، حطينا هنا الـ A في اكس A، هنا في واي A، هنا في اكس B، هنا في واي B، وعايزين بقى نحصل على المسافة اكس دي. طيب من قانون الدايرة بتاعنا بيقول ان r سكوير ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير. طب الـ r هو مديهالي هنا ب20، هحط هنا الـ20 سكوير هيساوي اكس سكوير بلس واي سكوير. العشرة ديت منين؟ اللي هو مديهاني ديت. اذا في الحالة دي هقدر اجيب اكس وتطلع كام؟ 17.32 متر. في الحالة دي بقى كده اقدر احسب الرياكشنز بتاعتي. يبقى هنا الرياكشنز هياخد العزم زي ما اتفقنا عند نقطة سي للبارت اليمين، هيبقى عبارة عن ناقص اكس بي في 10، ادي ليه الناقص، انا هلف كده حوالين السي، واحنا اتفقنا من بداية البيم واحنا شغالين بيم وفريم ان الاشارات بتاعتي بالمنظر ده كده اللي هو الدايركشنز بتاعي بتاع البلس. طيب بعد كده بلس واي بي في 17.32 يساوي 0. بعد كده هاخد العزم عند نقطة A،
هيبقى عبارة عن اكس بي في 10، ويبقى هنا الاكس بي لفت مع الاتجاه البوزيتيف بتاعي، اي لفت كده، بلس واي بي 37 بلس 10 تايم 20 ماينس 10 تايم 20 يساوي 0. هحل المعادلتين مع بعض، هلاقي ان اكس بي بيساوي واي بي بيساوي 0. ودي لو ساعتك ركزت فيها بمنتهى البساطة هتقول لي ده عكس ده بالظبط، هيضيعوا بعض. هلاقي ان هنا ناقص اكس بي في 10، هنا اكس بي في 10، لو جمعت المعادلتين دول على بعض ده هيضيع مع ده، هيتبقى لي القيمه ديت بتساوي 0. اذا لابد ان واي بي بتساوي كام؟ بتساوي 0. ولو عوضت هنا بواي بي بتساوي 0، اذا لابد اكس بي بتساوي كام؟ تساوي 0. طيب كده اقدر انتقل لبقيه المعادلات. سمشن اف اكس بيساوي 0، هقول ان اكس اي بلس 0 اللي هي الاكس بي ماينس 10 يساوي 0، ده يديني الاكس اي بيساوي 10، وادي الدايركشن بتاعها كده. ماينس اف واي بيساوي 0 يديني ان الواي اي بلس 0 اللي هي الواي بي ماينس 10 يساوي 0، وده يديني الواي اي بيساوي 10، وادي الدايركشن بتاعها. طيب بعد ما خلصت الحمد لله نبدأ بقى عايزين نرسم. طب تعالوا بقى نشوف كده رسمة الأرش تترسم ازاي. طيب احنا في البيم والفريم، لو الناس فاكرين كنا بنقول ان انا بحسب عند نقاط معينة وابدأ اوصل ما بين الرسومات بتاعتي. طب بقى كنت بحسب فين في البيم والفريم؟ عند بداية ونهاية المسألة، عند اماكن السبورت، عند تغير شكل الكاميرا يكون في انترميديت هنج او يكون في اي كسرة، وعند اماكن الاحمال المركزة، وعند بداية ونهاية الاحمال الموزعة. طب على الكلام ده كده لما ابص المسألة اللي قدام مني دي، فطبيعي ناس هتقول لي خلاص يبقى انا هحسب عند نقطة بي، واحسب عند نقطة A، واحسب عند نقطة سي. اقول لسعادتك خد بالك تكير، انت هنا عندك الكاميرا اساسا ما هياش عدلة، ده انت هنا عندك قرش، القرش ده كل شوية الزاوية بتختلف، الميل بيتغير، فطبيعة الحال ان انا عايز احلل كل شوية علشان اشوف فين النورمال وفين الشيل. يعني مثلا منين كده نبص للشكل دوت اللي انا عامله لك، هقول لك لو انا قطعت هنا على زاوية سيتا، ادي العشرة الرأسية، ادي العشرة الافقية اللي هي بتاعت الرياكشن، وهبدأ ان انا احلل بحيث ان ده كده يديني النورمال، النورمال يبقى هنا، وده كده الشير اللي هو العمودي على القطاع بتاعي. فانا كل شويه السيتا بتتغير. الله، يعني معنى كده ان النقطه اللي كنا بنشتغل عليها في البيم والفريم اللي هي تغير شكل الكاميرا، فانا هنا عندي السيتا كل شويه بتتغير، اذا لابد ان انا احسب عند كل ما السيتا تتغير. فيجي واحد يقول لي الله طب كده الكلام ده كده يا دكتور، هل معناه ان انا احسب عند كل شويه سيتا تزيد بواحد، او احسب يعني سيتا مره بواحد، احسب سيتا باتنين، سيتا تلاته، سيتا اربعه، كده العمليه كبيره قوي. فقلنا لك لا، احنا بنعمل الاتي، بحسب عند الزوايا المشهوره. ايه هي الزوايا المشهوره؟ اللي هي 30 60 45، التلات زوايا دول، الا لو في احمال مركزه عند منطقه، عند نقطه معينه، في الحاله دي لازم احسب عندها، او ان في ذراع، يعني مثلا في بعض المسائل كده يكون مديلك جزء مثلا افق كده هنا، فانت لازم مضطر انك تحسب فين؟ عند النقطات. طيب اذا انا اللي يهمني دلوقتي ان انا هحسب عند الزوايا المشهوره. طب تعالوا كده الاول نحط المعادلات بتاعتنا. معادلات، معادلات، ما انا كل شويه لازم اغير السيتا. فبنقول هنا الان عباره عن مين؟ ادي 10 طن هحللها كده هتبقى كوزاين سيتا، وادي هنا 10 ساين سيتا. لو خدت بالك ادي سيتا اهيت، سيتا هنا، هسيب خانه واعلم على الخانه الثانيه، اهيت اهيت اهيت، يبقى ادي كده الزوايا السيتا بتاعتي، ادي واحده زي دي بالظبط، سيتا زي دي بالظبط، زي دي، ادي كده الاربعه سيتا اهمت اللي زي بعض. طيب يبقى النورمال عندي هيبقى 10 كوزين زائد 10 ساين،
هاخد ال10 بره عامل مشترك. طب الناقص ده ليه؟ واضح تماما ان الاثنين ال10 وال10 لما هيتحللوا على طول هيبقوا عاملين ايه؟ ضغط عندي، فبالتالي حطينا اشارة الناقص. طب نشوف كده مع الشير. الشير هنا هيبقى عبارة عن ال10 دي اللي هي الرأسية هتتحلل كده، هتبقى ساين، وال10 الأفقية ديت هتتحلل كده هتديني كوزين. هيبقى عبارة عن ايه؟ 10 ساين طالع لفوق ناقص 10 كوزين نازل لتحت، ادي ال10 اهي، والساين سيتا ناقص الكوزين سيتا. طب المومنت بقى، المومنت بقى كده تعالوا كده نديله لون تاني ونقول الاس. انا عندي 10 و10، طيب 10 افقية و10 رأسية، ادي ال10 الرأسية اهي. انا عايز احسب عند المسافة دي الافقية ديت. طب الافقية ديت احسبها ازاي؟ سهلة خالص. ليه سهلة؟ المسافة دي كلها كانت ار اهي، دي كلها كده ايه؟ ار. طيب والمسافة دي اللي هي ان حد ان هنا فقط لا غير لحد النقطة اللي انا بحسب عندها، المسافة ديت زي ما احنا شايفين ار كوزاين سيتا، لان احنا عارفين ان كوزاين بيساوي المجاور على الوتر. اذا ار ناقص ار كوزاين سيتا تديني المسافة اللي انا ايه عايزها اهي. طيب كويس قوي. طيب بلس 10 في ار ساين سيتا، فين بقى ال10 ديت؟ اهيت. والمسافة الرأسية لحد النقطة اللي انا عايزها اللي هي مين؟ ار ساين سيتا. يبقى ده كده 10 ار ساين سيتا، وده ار في ناقص ار كوزاين سيتا في 10. ماشي كده يا شباب. يبقى كده الحمد لله طلعنا المعادلة بتاعة النورمال، معادلة الشير، معادلة ده بقى كده نرسم. في البداية أنا عايز أرسم النورمال فورس أهوت، هعمل زاوية 30، هعمل زاوية 45، هعمل زاوية كام؟ 60. طيب هنا بقى في المنطقة ديت، أدي أول نقطة، وهنا هكتفي بس بواحدة بس، وهعرفكم بعدين إيه السبب بإذن الله. في البداية ادي معادلة النورمال اهيت قدام مني عشان اعوض فيها. طب اول زاوية هنا كام يا شباب؟ اللي هي عند السبورت، فالسيتا تعتبر كام؟ 0، لسه مفيش اي زاوية، لسه عادي خالص. هلاقي النورمال فورس هنا بكام؟ 10 اهيت داخلة اهيت. ولو ساعدتك حطيت كوزاين 0 وساين 0 هيطلع لك نفس العملية نفس القيمة، وادي ال10 اهيت. وطبعا لان هي سالب فانا هرسم فين؟ داخل القرش. طيب اطلع بقى للزاوية اللي بعد منها، الزاوية كام؟ 30، واحسب، احسب يطلع لي القيمة دي 1386 اهيت، اتحطيناها. طيب واحد هيقول لي طب انا بقيس ازاي؟ هقول لي سعادتك ونفترض ان ال10 دي قلت لي ان هي بتساوي 1 سنتي، اذا ديت تمشي كده مسافة كام؟ سنتي بوينت 366، تمام. طيب طلعنا شوية زاوية كام؟ 45، ادي زاوية 45 اهي، حطينا الارقام بتاعتنا وحسبنا طلع 14.14، برضو همشي ازاي؟ هيبقى هنا سنتي بوينت 4 بالمسافة ديت. نكمل زاوية كام بعد كده؟ زاوية 60. طب زاوية 60 ديت هلاقيها طلعت كام؟ 1366، برضه هقيس هنا كام؟ سنتي وتلاتة من عشرة اهي. طب بعد كده زاوية كام؟ زاوية 90، وصلت لحد هنا. طب لما وصلت لحد هنا لقيت ايه بقى؟ لقيت ان ال10 و10 دول لما طلعوا لفوق، احنا شايفين المسألة اهيت، فادي النورمال هنا كده قبله مين؟ قبله ال10 التانية.
فبالتالي هتقفل معايا بكام؟ بصفر. وبالفعل قفلت بصفر هنا هي. طيب بعد كده بقى في مين؟ المنطقة دي يا شباب، لو الشباب كده يفتكروا الرياكشن هنا كان بزيرو، والرياكشن هنا كمان كان بكام؟ كان بزيرو. اذا كل ده هيبقى كام؟ هيبقى صفار. اهي ادي الصفر بتاعتنا اهيت، الاشارة اهيت بالماينس، وده كده النورمال فورس للدراج النهائي، ده اللي احنا عايزين نوصل له. وادي التهشير اهو زي ما انت شايف. طب التهشير دوت اهو زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت. خلصنا النور الحمد لله. هنروح لمين؟ للشير، وبرده بقى نفس الرسمة 30 60 و45. نبدأ كده مع بعض نقول بسم الله. ادي القانون بتاعنا اهوت، حطينا العشرة، وادي كوساين صفر وساين صفر، يطلع لي في الاخر قيمة بكام؟ القيمة بعشرة. طيب اشوف اللي بعد منها اللي هي الزاوية 30 اللي هي بتلاتة وستة من عشرة. طبعا خلاص بقى احنا حفظنا ازاي ارسم. لو قلنا العشرة دي بسنتي خلاص يبقى ده كام؟ بوينت 36 من 100. بعد كده الزاوية 45 هلاقيها بايه؟ بصفر. ليه؟ ما هي ساين 45 هي كوزين كام؟ 45. فده ناقص ده كام؟ بصفر. صفر في 10 بكام؟ بصفر. ايوه كلام كويس. ايه اللي بعد كده؟ الزاوية 60 هلاقي وصلنا لكام؟ لتلاتة وستة من عشرة فوق. بعد كده الزاوية كام؟ 90 هلاقي وصلت لكام؟ للعشرة فوق. وأول ما أوصل هنا للتسعين هلاقي إيه؟ هلاقي إن كان فيه حمل مركز أهوت عندي بعشرة. إذا بالتالي ده مع ده يوصل العملية لكام؟ للصفر. وبكده أكون وصلت لرسمة الشير فورس النهائية. أدي العشرة أهيت نزلت بالصفر لما قابلت الحمل المركز دوت. أدي الإشارة فوق البلس، أدي الإشارة تحت الماينس، وهنا برضو إيه؟ الزيرو زي ما هو. أدي كده الشير فورس النهائي. نشوف بقى رسمة المومنت برضو نفس القصة 30 و45 و60. طيب ادي كده القانون بتاعنا اهوت، حطيناه، عوضنا بزاوية 30. طبعا هنا خلاص بقى يعني عارفين كويس قوي ان العزم هنا في اول نقطة بكام؟ بزيرو، ان دي هنج. حطينا زاوية 30 في المعادلة بتاعتنا، طلعت لنا القيمة، طلعت لنا القيمة فين؟ بالسالب اهي. هحسب عند 45 نفس القصة هنا. طبعا واحد يجي يقول لي طيب يا دكتور هل هنا بقى هقول ان العشرة اعملها برضو بسنتي؟ لا طبعا، ما احنا مش هنطلع 8 سنتي يعني. لا عادي خالص، انت ممكن بمنتهى البساطة تقول هنا ان الخمسين بسنتي، فده يعمل لك سنتي واربعة من عشرة. او ممكن تقول ان المية بسنتي زي ما انت عايز، ويبقى ده 82 من 100. بعد كده نعمل الزاوية اللي هي 60، وبعد كده الزاوية 90. وطبعا بما ان البارت اليمين ما كانش فيه لا نورمال ولا شير، فبالتبعية مش هيكون فيه برضو ايه؟ المومنت. وادي الشكل اللي بتاعي اترسم اهوت، ادي الاشارة اهيت بالماينس، ادي التهشير. يبقى كده الحمد لله خلصنا كل شيء، سواء نورمال سواء شير سواء مومنت. اذا اتعلمنا في المسألة دي ازاي اتعامل مع القرش، ده اولا. ثانيا ازاي ان انا لو عندي ارتفاع هنا زي ما شفنا كده في اللي هي السبورت بي مرتفعة شوية، ازاي اتعامل معاها على اساس ان انا ادي السبورت بي مرتفعة اهيت، ازاي اتعامل مع الارتفاع دوت، وبناء عليه ازاي اجيب المسافة الافقية زي ما حسبناها في الاول خالص، ازاي ان انا اتعامل مع اختلاف الزوايا
واحسب عند مين. طبعا كل ما هتزود الزوايا كل ما يبقى فيه دقة اكتر، محدش يعترض ابدا على كده، بس الفكرة كلها في الوقت والمجهود. وفي الاخر بقول لو في اي استفسار او اي اسئلة او اي تعليق للشباب يكتبوها في الكومنتس، وربنا يوفقكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.